عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح ستيل. هنبدأ الأول بالسكشن، أنا بس هوريكم طريقة الشغل اللي هنشتغل بيها. ده السكشن اللي هو الأي، تمام. هنا هنزل لكم ورق، هنا السايد فيو، لما هنا نبص لهم من الجنب ده سايد فيو، تمام. والإليفيشن من الاتجاه ده، نجيب الإليفيشن أهو، والبلان لما نبص من هنا كده، دي المساقط، تمام. أنا غيرت هنا بقى السايد فيو، مثلا لو السايد فيو كده، تمام، والإليفيشن كده أهو، والبلان هيبقى كده. يعني أنا جايب الثلاث مساقط بالظبط، وإن شاء الله هبقى أنزل القطاعات، بس إيه بعدين. أنا هنزل لكل شكل من الأشكال، هنزله بالظبط اللي هو الثلاث رسومات دي، تمام. نبدأ الأول بالبلاتة. البلاتة عندنا هنا، ناخد مثال مثلا في الرسمة دي، بيقول لي 450 في 18. ال 450 هو العرض ده، لأنه هنا مدي لي الرسمة ايه، لما تبص من فوق من هنا، تمام، لأن ده الإليفيشن. ده هيبقى 450 اللي هو الطول في العرض 18. هو ما اداليش الطول، خلاص يبقى الطول يبقى ايه، ممتدة، وانا هعملها هقطعها من هنا وهقطعها من الجنبين، وده في الإليفيشن، في البلان، تمام. ندخل على حرف ال. ال هناخد مثلا مثال ليه، هنا بيقول لي 150، 150 في 100 على 12، تمام. هنبدأ نشرح بقى ال 150 في 100 على 12. عندنا هنا ال 150، تمام، اي واحد من ده ماشي، بس اهم حاجة ايه، 150، هنفترض ده ان 150 وده ال 100. ال 150 على ال 12 يعني هيبقى للضلعين، تمام. هنا بقى لما يجي يكتب 150 على ال 12، 150 في 100، تمام، 150 على ال 12 اللي هي 150 الطول، وال 12 ده اللي هو ايه، اللي هو السمك. هنا ال 100 على 24 هتبقى ده طوله 100 وده 24. الارتفاع ده قد ايه؟ لسه هو محدد، هو بيحدده لك، بيرسمه لك في الرسمة، تمام. هي زي دي، هيرسم لك هو ده، هيكتب لك البعد ده مثلا 300، وانت هترسمه 300 عادي، يعني هو ده لو ما كتبوش بتبقى ممتدة، تمام. ندخل على الاي. الاي هنا 600 في 190 على 15 في 25. ايه بقى معناهم؟ هنا ده ال 600 اللي هو الطول الكلي، وعشان تبقى عارف الطول الكلي بيشمل من النقطة دي للنقطة دي، يعني الطول ده كله، مش الحتة، مش اللي هو الجزء بتاع العصب، تمام. هتبقى 600 اللي هو الطول ده كله في 15، 15 اللي هو ايه، السمك. ده 600 وده ال 15. هنا بقى ال 190 اللي هو طول الشفة، تمام، على ال 25 اللي هو السمك، اللي هو ده هيبقى 190، تمام، والسمك اللي هو ده اللي هو هيبقى 25، تمام. نبدأ بقى ندخل على ايه، على المثال اللي ناخده من الكتاب. في الكتاب هنا هو مدي لي ده الاليفيشن، تمام، وهو طالب اللي هو سايد فيو، سيكشن سايد فيو. السيكشن بقى هناخد القطاع، القطاع هو طالب القطاع من هنا بالظبط، من النص، تمام. نبدأ نلاحظ بقى ايه، عندك هنا في مسافة فاصلة بين الاتنين، السطح القاطع، تمام، اللي هو السلاح يعني عموما، مر فين؟ مر هنا وهنا، عند البلاتة اللي فوق والبلاتة اللي تحت، اللي هي تبقى كده، تمام. السطح القاطع دخلها كده، يعني ايه، هيقطع بقى ده اللي هو، يوم ما تقطع من هنا هتهشر من الجنب التاني، هتهشر ده هيبقى تهشير، تمام، واللي تحتها برضو هتبقى تهشير. هنا السطح القاطع ما يعني ايه، ما قربش من الاي. لو قرب من الاي مثلا وهنا، ده اللي هو الجزء اللي مش متهشر ده كان هيتهشر، تمام. لكن هنا السطح القاطع بعيد، عشان كده ما هشرناش. وهنبدأ نبص من الجنب ده، هنا بيقول لي at AA. AA ده اتجاه ايه؟ اتجاه النظر، يعني انت هتبص كده، هتقطع من هنا وهتبص الجنب ده، هترسم بس الاتجاه اللي انت شايفه. طب واحد هيقول لي في هنا، في هنا اي، تمام، فيها جزء هنا مش، انا مش حاطه هنا، في اي، ليه ما رسمناش دي داش؟ لان ده سيكشن،
لو كان صيد، لو كان مسقط كنا يوم هنرسم من هنا هنرسم ده بالظبط تهشير، لكن هنا عشان بصينا من الجنب ده واللي هو الجزء ده مختفي، ده بس اللي هيبقى ايه اللي هيبقى موجود. تمام، هنبدأ بقى ايه ننزل هنا عند السكشن بلان. السكشن بلان هو عامل اتجاه مكان القطع هنا في الاليفيشن، تمام، والاتجاه هنا. واحد يقول لي طيب ايه فايدة الاتجاه ده؟ مثلا لو عندك فوق مثلا هنا ايه، هنعمل هنا حرف ال وهنا حرف ال، تمام، احنا بصينا من الجنب ده ال ده مش معانا، يعني هو الجزء اللي فوق ده اترمى، تمام. لو بصيت من الجنب ده، تمام، هتبص من الجنب ده هيبقى فيه ال هنا وال هنا، تمام، يبقى هيترسموا في ال... هيبقى موجودين في الرسمة تحت في البلان. ده قطعناه من هنا، ده القطع في البلان من الجنب ده، تمام، اللي هو يبقى ايه، هنجيب واحدة كده اللي هي تبقى بالطول ده بالظبط، تمام. احنا قطعنا كده وهنبص من الجنب ده هتبقى كده، والقطع ده اللي هيتهشر، تمام. هنا لما قطع من الجنب ده، تمام، في هنا اللي هو جزء زي ده اللي هي الشفة طارت، تمام، احنا اللي شايفينه بقى ده اللي هي الشفة دي هتطير والعصب ده بالظبط، تمام. هنقلبه كده وده هيكون ايه، هيكون السطح القاطع، اتجاه القطع كده. وهنعمل هنا ال اتقطعت من هنا، يبقى ده هيتهشر والعصب ده هيتهشر والعصب ده هيتهشر، تمام. وإن شاء الله بإذن الله نشوف رسمة تانية. طيب هنا ده اللي هو ايه، هنبص من اللي هو من الاتجاه ده اللي هو elevation. هنا لما بص من الاتجاه ده عندنا الاي ده شايفينه اللي هو ده، تمام، وهيبص من الاتجاه ده هيقابل ايه، هيقابل حرف ال ال اهو، هيبقى رسمته كده، تمام. وفي واحدة من الجنب التاني لأن هو متماثل، فدي رسمتها اللي هي اللي هو ال ده هو حرف ال ده، وفي ال تانية في الجنب التاني اللي هي ال دي، تمام. في ال من تحت أهي هتبقى رسمتها اللي هي تحت، وهو هنا بيقول لك ده 200 اللي هو الطول ده اللي هو تحت ده 200، هو طالع من الجزء هنا، طالع هنا من الجزء هنا وجزء هنا. لما هنقطع مثلا من هنا اللي هو ايه اللي هو القطع هنا، ده هيتهشر، كان ده هيتهشر اللي هو الجزء المسود ده كان هيتهشر. طيب لو قطعنا فوق هنا، تمام، اللي هيمر ده كان هيتهشر وده برضو هيتهشر اللي هو الاي ده، وفي حتة اللي هي الحتة دي كانت هتتهشر، وبرضو الجزء الثاني كان الجزء ده هيتهشر، تمام. في برضو جزء هنا لما هنقطعه هيتهشر هنا اللي هو الجزء الصغير قوي ده. واحد هيقول لي طب ليه انت لما قطعت هنا في العصب ما هشرتش؟ لان العصب لما بيتقطع نفسه، لما بيتقطع كده رأسي ما بيتهشرش، لو قطعته افقي كده هو بس بيتهشر، تمام. إن شاء الله نشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.